السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ في فيديو اليوم رح نقدم لكم صورة لبنوتي حلوة اسمها أميرة، طبعا من أنمي مدرسة الجواهر، وطبعا هاي الصورة اللي رح نرسمها أكيد صورة أميرة. أنا كنت مفكر قبل إنها هي ربا، طلعت أميرة، طلعت هاي البنت اسمها أميرة، وطلعت كمان ربا صديقتها الأرنبي، أكيد الكل بيعرفها وبيتابع الأنمي. طبعا اولاد اذا حابين تشاركوا في الصوره اهلا وسهلا فيكم، بالرغم انها صوره بناتيه بس الرسم يعني لا بفرق بين بنت ولا ولد، اي حدا بيرسمها اكيد راح يرسمها بتقنيه واحترافيه وابداع اكيد. بدايه سوف اقوم برسم خط عريض بهذا الشكل، وسأقوم أيضا برسم خط من هنا إلى هنا، يعني هذا سكتش أول مرة أستخدمه، خطان عريضان وليس خط، لكي أرسم العين لأن عيني هذه الأنمي كبيرة، طبعا هي تنظر إلينا في الاتجاه الأمامي، إذا الخط الطويل سوف يأتي في المنتصف بهذا الشكل. الآن سوف نقوم بداية برسم العين اليمنى، طبعا سأقوم بعمل خط أولي تقويصة بهذا الشكل، طبعا فتحت عينيها كبيرة بعض الشيء، وسأقوم برسم الخط نهاية العين من هنا، ونفس الشيء سوف نقوم ببعض مسافة من هنا إلى هنا، وسوف أقوم برسم نفس تقويصة العين هذه، يعني عندما نرسم هذه العين سنقوم بالنظر إلى هذه العين لكي تأتي ملائمة، لكي تأتيان ملائمتان، الخط نجعله هكذا في الخلف بهذا الشكل وليس مقوص إلى الأمام، وسوف أقوم برسم نهاية خط العين من هنا. هذه المرحلة الأولى للتخطيط الأولي للعين، المرحلة الثانية سوف أقوم برسم هكذا عدة خطوط بهذا الشكل، وسأقوم برسم الخط الآخر على طول الخط، وأقوم بعمل هكذا وهكذا كما ترون. طبعا هذا الخط سوف يعبى باللون الأسود في النهاية اللي هو تخطيط آيلاينر العين، نفس الشيء ينطبق على هذه العين، سوف أقوم بعمل نفس الشيء هنا بهذا الشكل هكذا، وسوف أقوم برسم بهذا الشكل، طبعا من الخلف يكون دائما أرفع الخط وليس خميلا. هذه المرحلة الثانية، طبعا الخطان هذان صحيحان يكونان مستقيمان بهذا الشكل، مستقيمان أفضل هكذا، والآن سوف أقوم برسم دائرة العين، طبعا دائرة العين كبيرة، تأتي كبيرة لكن عليها ألا تلمس الحدود العلوية من العين، يعني أتركوا هنا فراغا أبيضا بهذا الشكل، وقوموا بتدويرها بهذا الشكل هكذا. ونفس الشيء العين هنا، سوف أقوم برسم العين والنظر إلى هذه العين، عندما أرسم هذه العين أنظر إلى هذه لكي تكونان متطابقتان، وعلينا ألا نلمس الخطوط العلوية، نعم بهذا الشكل. الآن أنا أراهما متطابقتان، الآن سوف أقوم برسم البؤبؤ، طبعا البؤبؤ يأتي بالطول ودائري هكذا بهذا الشكل، وأيضا هنا نفس الشيء بهذا الشكل. سأقوم برسم الآن لماع العين دائرة من هنا، ودائرة صغيرة، ودائرة أيضا هكذا متوسطة هنا، وهنا دائرة صغيرة، يعني ما أرى في هذه العين سأطبقه في تلك، وهنا تأتي دائرة كبيرة، وهنا أيضا دائرة كبيرة بهذا الشكل،
وجفن العين من هنا يأتي صغيرا بهذا الشكل. طبعا هذه سوف في النهاية أقوم بتلوينها بالأسود. الآن طبعا حاجبيها يأتيان بهذا الشكل مائلتان، ولكن قبل أن أرسم حاجبيها سوف أقوم برسم وجه الأنف. طبعا الأنف عبارة عن نقطة بهذا الشكل. طبعا سأقوم برسم الآن خط الفم، طبعا سيكون هنا هكذا الفم خط بهذا الشكل، وتقويصة من هنا وتقويصة أيضا من هنا، تكون هكذا مطاولة قليلا. ولكن أريد أن أخبركم ألا نلصق هذان الخطان ببعضهم البعض هكذا كما هو موجود بالصورة. الآن سوف أقوم برسم الحاجبان. الحاجبان بعيدان من العينين هكذا بهذا الشكل، ومقوصتين هكذا، ومن هنا أيضا. طبعا الحاجبان لا يبانان كثيرا بالنهاية لأن الشعر سوف يغطي وجهها بهذا الشكل. الآن سوف أقوم برسم حدود الوجه. طبعا حدود الوجه تكون قريبة جدا من العين، يعني من هنا خط ومن هنا خط بهذا الشكل. سأقوم الآن بتهويد الخط. طبعا هنا كما تعلمون سأقوم هكذا بالتطويل فقط خط العين من هنا ومن هنا، وهنا أيضا يوجد هكذا رموش بهذا الشكل. طبعا هذا كله لا يبان إلا في التحديد. الآن طبعا من هنا إلى هنا هكذا سنقوم بقطع خط الوجه الآن كما ترون بهذه الطريقة. هي خط وجهها مربع بهذا الشكل. علي أن أحافظ على تربيعة وجهها، نعم بهذا الشكل. سأقوم بمسح فقط بعض الخطوط كي لا أتخربش فيها، نعم هكذا. الآن سوف أقوم برسم الأذنين. طبعا أذناها صغيرتان تأتيان هيك هنا من منتصف العين، تأتي يعني هل ترون هذا الخط الذي رسمته في البداية هكذا من هنا يأتي حد الأذن وإلى هنا بهذا الشكل. أذنها سهلة وبسيطة وصغيرة أيضا، نفس الشيء هنا تكون دائرية الشكل. وسوف أقوم هكذا بعمل معالم الأذن بهذه الطريقة. الآن سوف أقوم برسم الجزء الأجمل وهو الشعر. بداية سوف أقوم بعمل كالعادة هكذا خط الصباح، سوف يأتي من هنا إلى هنا خط الجبهة، بالعامية نقولها الصباح. الآن سوف أقوم برسم الغرة الأمامية أو خصل الشعر الأمامية بهذا الشكل، وبعد ذلك سأقوم بعمل خط هكذا أكبر قليلا من هنا إلى هنا، ومن هنا هكذا خط بهذا الشكل، وخطوط تذهب إلى ذلك الاتجاه بهذا الشكل، ومن هنا أيضا يوجد هنا هكذا حدود شعرها هكذا خصل بهذه الطريقة. طبعا يأتي الخط إلى الأعلى هكذا، وبعد أن أقوم برسم بقية الخطوط سوف أكمل هنا بهذا الشكل، وسأبعد الخط هنا هكذا، وأيضا طبعا من هنا تأتي يعني نبعد مسافة من هنا إلى هنا، من هنا ستأتي حدود الشعر الأخرى بهذا الشكل. الآن سوف أقوم برسم هكذا خط مقوس بهذا الشكل. بعد أن أقوم برسم بقية الشعر سوف أقوم برسم الرقبة. طبعا رقبتها تأتي هكذا صغيرة
بهذا الشكل، ومن هنا يأتي كتفها هكذا. طبعا سوف أقوم بعمل خط أولي هكذا بهذا الشكل، والآن سوف أقوم بإلباسها الفستان. طبعا هي ترتدي فستانا هنا بهذا الشكل، تعمل هكذا خط الفستان وهكذا، ومن هنا يأتي قليلا خط بهذا الشكل، وأيضا هنا يأتي هكذا. بداية قبل أن أقوم برسم هذا الجزء، سوف أقوم برسم بجزء المنتصف. من هنا سوف أقوم بعمل بداية خط بيضاوي بهذا الشكل، ترتدي قلادة. سأقوم برسم الإكسسوارات، سوف أقوم بعمل قلب حب من هنا هكذا، وهنا هكذا يوجد لماع في قلب الحب. وفي الخط البيضاوي تأتي هكذا خطوط بهذا الشكل، وسيأتي من هنا هكذا خط هكذا، ومن هنا أيضا سيأتي خطوط هكذا. سوف أقوم برسم الخط، طبعا مليئة، يعني فستانها مليء بالخطوط. إذ أتقنتموها فأنتم فعلا مبدعون، يعني تحدي من اللي بقدر يرسم خطوط فستان أميرة. أقوم بعمل خط من هنا، والآن أيضا يوجد خط هكذا بهذا الشكل، 1 2 3، والخط الآخر يأتي هكذا، 1 2 3 بهذا الشكل. الآن سوف أقوم برفع خطوط الفستان الكتف من هنا، وسأقوم بعمل هكذا. انظروا الآن كيف، يعني جميل جدا بالفعل، رائع. من صمم فستانها خياله واسع، لقد وضع كل طاقته وهو يصمم في فستانها. وسأقوم أيضا بعمل خط بهذا الشكل، وهكذا وهكذا وهكذا، وأيضا يوجد من هنا حدود يدها. طبعا سأقوم برسم الجهة الأخرى من فستانها. طبعا سأقوم الآن بالتصغير قليلا الخطوط. سأقوم الآن برسم. أولاد ركزوا معي، أوكي؟ أي ولد بركز معي يضغط لايك عشان أعرف إنهم الأولاد بتفرجوا. اللي عنده شجاعة من الأولاد يضغط لايك ويحكي أنا رسمتها. طبعا سأقوم بعمل خط بهذا الشكل. لقد ابتدأت في فستانها قبل شعرها لكي أقوم بتحديد الشعر أفضل. طبعا الشعر يأتي أعلى أيضا من هكذا، تسريحتها من هنا هكذا تأتي بهذا الشكل. يوجد خطوط هكذا. الآن سوف أقوم برسم كافة الشعر. طبعا شعرها سيأتي بهذه الطريقة، وهو طويل، ولكن أنا سوف أقصره لكي يتسع في اللوحة. ومن هنا أيضا وأيضا هي ترتدي شبرة هنا. يا الله كديش لابسة إكسسوارات. يعني سأقوم برسم قلب حب هنا بهذا الشكل، وسأقوم برسم شبرة هكذا بهذا الشكل. الشبرة طبعا لن تبان كلها. وسأقوم برسم هكذا خصل الشعر أيضا، تتدلى من هذه
الشبرة هكذا. طبعا الشبرة تكون أعلى في رأسها، لكن أنا هودتها قليلا لتتسع في داخل كما تعلمون. الآن سوف أقوم برسم هنا قلب حب ترتدي الإكسسوارات طبعا، وهنا أيضا ترتدي قلب حب هكذا، وهنا أيضا سوف أقوم بعمل هكذا عظمة الصدر. عظمة الصدر تأتي صغيرة هكذا، وسأقوم برسم دائرة، دائرتين، ثلاثة، أربعة. عندما نأتي إلى المنتصف سوف أقوم بعمل قلب حب، وهنا هكذا بهذا الشكل. تقريبا هكذا انتهت الصورة من عندنا. سأقوم برسم هكذا أيضا، يوجد لها من الخلف هكذا. أيضا يوجد خط الريشة ترتديه بهذا الشكل، ومن هنا أيضا. يا ويلاه، ما هذا؟ إكسسوارات ضخمة ترتدي. أنا قمت طبعا بتصغير، هنا يأتي قلب حب، قمت بتصغير كل الإكسسوارات التي ترتديها لكي تلائم لحجم اللوحة كما تعلمون. وهنا أيضا يوجد لها جناح بهذا الشكل يتجه إلى هناك، وهنا أيضا يوجد جناح يتجه إلى ذلك. طبعا لديها أجنحة ومليون شيء. ظل آخر شيء هنا في رأسها، آخر إكسسوار، وهو طبعا سوف أقوم بمسح هكذا بعض الخطوط لكي أستطيع رسمه. سأقوم برسم قلب بداية النجمة، 1 2 3 4 5، والنجمة داخل قلب حب بهذا الشكل. مع أن النجمة تأتي أكبر قليلا هكذا، ومن هنا دائرة ودائرة، ومن هنا دائرة ودائرة، دائرتين خرزتين بهذا الشكل. وماذا يوجد أيضا؟ هل يوجد إكسسوارات أخرى؟ لا، خلص، هذا يكفي. ارحمينا يا أميرة، أرجوك ارحمينا. يوجد الكثير من الخطوط. الآن سوف يصيبكم الحول من اللوحة. الآن سوف أقوم بمسح الخطوط الأولية. أخذت على ما أعتقد معي وقت، فعشان هيك بدي أضطر أني أسرع الفيديو. آخر إشي بضل علينا التخطيط، والتخطيط سهل جدا، لا يتكبد العناء. وأقول تسريع.